نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد وأن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم ونحن نحتفل بشهر رمضان المعظم، وهو شهر مبارك فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتغل الشياطين. فالحمد لله الذي بلغنا رمضان، ويا مرحبا بهذا الضيف الكريم شهر التوبة والمغفرة والرحمة وشهر الصيام والقيام. فيه أنزل القرآن على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه تضاعف الحسنات وتغفر السيئات وترفع الدرجات وتعتق الرقاب من النار. يا عباد الله، إن شهر رمضان نعمة عظيمة خص الله بها المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن الله 70 خريفا. الله أكبر. والغاية من فرض الصيام أحبتي ليس زيادة المشقة على العباد، فالله هو الرحمن الرحيم بعباده، ولكن وراء ذلك حكمة عظيمة. فالهدف من الصيام إذن هو تحقيق التقوى. فما هي التقوى؟ التقوى أحبتي هي الخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، وهي أن تراقب الله في أقوالك وأفعالك. هذه هي التقوى، وهذا هو الهدف من الصيام. إخوة الإيمان، دعونا نفر إلى الله في هذا الشهر العظيم، ونلتزم بالعبادات، ونكثر من الاستغفار والصلاة وصلة الرحم وجميع الأعمال التي تقربنا من الله تعالى. فإن رمضان والله فرصة لجميع المسلمين، فهنيئا لمن كتب له العتق من النار في هذا الشهر العظيم. عباد الله، رغم سعادتنا بشهر رمضان المعظم، إلا أننا والله لسنا بخير، وكيف نكون بخير ونحن مع مجازي أو جرائم ترتكب في حق المسلمين في فلسطين، مسرى رسولنا الكريم وأولى القبلتين وثاني الحرمين الشريفين؟ وكيف نكون بخير ونحن نرى أطفال وشيوخا يموتون جوعا في غزة؟ فقد فقدنا والله قيم الإسلام، وفقدنا حتى مروءة الجاهلية، وأصبحنا نشر بعز يكاد يقتلنا ونحن نرى ما يعانيه شعب الأعزل. قد تخلى عنه العالم وملوك الأرض، ولكن لن يتخلى عنه ملك الملوك. وإننا والله رغم عجزنا وقلة حيلتنا لا ننساكم من دعائنا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا عزيز يا جبار، يا رب، اللهم انصر إخواننا في فلسطين.
يوم. اللهم ثبت رميهم، اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم يا رب. اللهم يا من لا يهزم جنده يا رب، ولا تحرك الوطن يا رب، ولا إله غيره. أمين. كل أهل في غزة عونا ونصيرا يا رب، ومعينا وظهيرا يا رب. اللهم إنا نقرأ من حولنا وقوتنا وتدبيرنا يا إلى حولك وقوتك وتدبيرك يا رب. إنك على كل شيء قدير يا رب. يا نعم المولى ونعم النصير يا رب. يا رب العالمين يا رب. اللهم إنا نستودعك غزة وأهلها، اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل يا رب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالديك ولوالديكم فاستغفروه يغفر